السلام عليكم. اهلا اهلا بالعين، مرحب مرحب بالعين. ايه 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 ابوه متجوز بنت عمه. البختي اتخانقتي خناقه العيد ولا لسه؟ قلتش اطمن عليك. هي عيانه بتطمني عليها؟ ما ايه خناقه العيد دي يعني؟ هي لو ما اتخانقتش خناقه العيد انت كده قلبك هياكلك، هتبقى متوغش عليها. ربنا يحفظ مصر، من اهل مصر. بص يا جماعه، انا لسه صاحيه من النوم، لقيت ايه في الريسبشن عندي، بصوا مش تتخيلوا، بصوا الفتحة دي بتودينا على فين؟ اقول لك على فين وما تزعليش. انا مقدم لكم موهبة بقى معايا، بصوا الصلاة على النبي، سمعنا فين؟ وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ودي اتفضل اخويا سمعنا. بيحسدوني لما بضحك وبيقولوا لي اه يا بختك. الله الله، تسلم احبالكم البولية يا فنان، دي الصوتية يا فنان، تسلموا. هو حل واحد مش اثنين، يا ناخدك انا يا ياخدك رب. لا لا، خديني انت، خديني اتفضلي. عندما كنت جريحا لم تسندني يا صديقي، وعندما انتصرت اتيت ريلة، المهم يعني جيت لي بتجري. اه وعجبي مالك يا شيخ، انا خلاص ما بقتش مطمن عليك على التيك توك كده. شيخ، ما حكم الاكثار من الصيام في شهر رمضان؟ اه ايه، هيصوم مرتين في اليوم ده ولا ايه؟ يمكن يمكن، ربنا يقوي. لا دي جديده، دي لا مش جديده، مش جديده على الناس اللي عندك ده يا شيخ، يعني الراجل عايز يزود يعني، ربنا يكرمه. ايه الاكثار من الصيام ده؟ ايوه شيخ، يعني ما هيصوم صبح وليل يعني، يعني الناس اللي عندك دي لسه داخل الاسلام جديد، انت بتجيبهم منين؟ شغال اعصر في مخي، انا مش عارف اجيبها خالص. لا ما تفكرلهاش، هي كده، ما هتفكرلها في ايه؟ ما انت هتتجنن انت كده. جماعه فضلت حايله ما يردش، اقول له حبيبي ما يردش، رحت شتمت بامه، انا كده غلطانه؟ لا انت مش حيلتيه وما ردش، هو خلاص هو اللي جابه لنفسه. لما حد يضايقك وانت تجيب اخرك منه تقوم عامل ايه؟ اعمل ايه؟ ضارب كرسي في الكلوب. ايوه. قالب الترابيزه وشخ عليه وخد بعضك وامشي. اعمل ايه؟ شخ عليه وخد بعضك وامشي. اه بقى لا سهله سهله، يلا اي خدمه، ربنا يبارك لك، ربنا يبارك. مش عارف اقول لك ايه والله الصراحه يعني، بس قبل ما تمشي يعني كنت عايز اقول لك اللي انا جايب اخري منك. بعد ما كنت بخنصر منه من مصروف البيت. بتخنصري؟ بتخنصري ليه طيب؟ عشان خاطر اجهز بيتي وانضفه. اه يعني تصرفيه تاني على البيت يعني، خلي بالك بقى ياخد باله. للاسف اكتشف مكان الخنصر. كشفك كتكنيله وعمل معاك ايه؟ كسر الدرج وخد الفلوس وراح الشغل. اما انت مش حاطهم له في الدرج، ما تحطهم له في جيبه احسن. قمت الصبح وانا نيتي خالصه، عملت كيكه وشربتها بالصوص الجميل ده. كيكه ايه يعني؟ كيكه ايه اللي انت عملتيها دي؟ ما هتشوفي المصيبه اللي انت فيها. عملتيه ازاي الصوص ده؟ الصوص ده انا عاملاه بالسوداني مع الكاكاو، عايز اقول لكم طعمه رائع. اه لا باين عليه. ضربت بيه الكيكه كده، وبعد كده بفضل اعمل من الجناب كده فيها عشان الصوص ينزل من تحتيها تشرب كلها، وكمان بخرمها كلها بعصيان الشيش طاووق كده. بعد كده لقيت رساله جاليه على الواتساب بيقول لي ايه، شكرا يا مراتي انك حوشتي من ورايا عشان الاقي فلوس اتجوز بيها عليك. ده مين اللي بيقول لك كده، السوس ولا جوزك؟ ما انت لخبطتي دماغك اصلا، بس لو جوزك اكيد بيهزر معاك يعني. زعلت جدا من كلامه، بعت له رساله قلت له انا عارفه انت مش هتعمل كده لان انا ما هونش عليك، للاسف تفتكره رد عليا وقال لي ايه. لا ما هي مش فزوره، خلصينا في ليلتك دي. تهوني على مين ولا ما تهونيش على مين، مش فارقه معايا اصلا وجودك او عدم غيابك. اه انت اصلا مش موجوده بالنسبه له، ده مش طايقك يبقى ما بيهزرش. تفتكروا يا جماعه فعلا يعمل كده؟ طبعا بعد ما شربت الصوص حطيت عليها جوز هند، وللاسف دمي اتحرق وما عرفتش اكل منها اي حاجه بعد ما عملتها. لا يا شيخه سيبك، سيبك منه، ما تعكنيش نفسك، ما خليكي في الكيكه اللي انت بتعمليها دي. صدقني كنت اسالك انت رشيت عليها ايه. شوفي مهما تعملي ما هو السلعه على واحد بس، مش هتعرفي توصلي له ابدا. بتاعك واي بيقول لي رقص. روسي؟ ما انت راجل بيفهم ام امل، ما ترقصي. ريح تقول لي واحد طن ونص ترقص؟ هو علميا ما ينفعش، ممكن السقف يقع واطفال تموت وناس تتشرد وكوارث. طب خليني هرقص، مين اللي هيتفرج؟ من الناحيه دي لا اطمني، انا اتفرج وعلى الاقل لو ما انبسطتش اتنمر. يا جزمه الجيزه. ماشي ام امل، شكرا، ما تجيش تحكي لي على حاجه تاني. يا صباح الخير. صباح الفل يا فندم. صباح الفل يا منطف. منطفئ يا مغزوف. في حاجه حضرتك انت طلعت هزيني ولا ايه؟ يا بائس. بائس؟ اه انا فعلا بائس، في حاجه تانية ما قلتهاش. يا عديم الثقه يا اللي محدش معبره. ما تجيبي سكينه وتغرزها لي وخلصيني يعني، انت بتعملي فينا كده ليه؟ اسمعي يلا قولي يا فندم قولي. تلاقيني دايما لابسه بكسرات اخواتي. بكسرات اخوكي؟ لا مش عارف ليه يا فندم، مش عارف ليه. عشان كده مسترجله. اه ليه هي بالبوكسر؟
بالبوكسر يا فندم ولا بقى في ايه؟ رحت شبكه صاحبتي وانا على سنجه 10. راحت شقوت العريس. انا لفت انتباهه وفركش خطوبته من صاحبته وخطبني. جدع، انا قلت كده برضو قديم انا برضو بس اصيل اول واد ده. ولقيت صاحبتي بتكلملني وبتقول لي يا خطفت الرجال. لا ملهاش حق، دي صاحبه دي، بعدين على راي المثل يعني ان جاك الاعمى كل عشاء ما انتش احنم اللي عماه. خطفت مني خطيبي، قلت لها انا ذنبي ايه؟ قالت لي مش انت اللي جايه ولابسه فستان اخر الاجه ومتمكيجه كانه فرح امي. انت كنت مفقوس قوي شكلك، قولي لها مش ذنبي ان حلوه. المهم انا اتخطبت لخطيبها ولقيتها هي بترن عليا وبتقول لي انا اسفه وما تزعليش مني وانا هاجي احضر فرحك. اه خلي بالك ده كمين عايزه تتبع معاكي نفس الاساليب. جات لي فعلا يوم الفرح، هي كلمتني قبل الفرح بيوم ولقيتها جايه يوم فرحي لابسه فستان مش محتشم نهائي. مش قلت لك؟ وبدات ترقص مع خطيبي اللي هو كان خطيبها الاولاني. انا اتجوزت بس مش عارفه، مش مديه الامان لجوزي، اطلق ولا اعمل ايه؟ لا ما تخافيش، ما تطلق ايش، انت متجوزه واحد كده يعني، مجرد ما انت اجرتيه ساب خطيبته وجه يتجوزك انت، ما تقلقيش، وبعدين انت تستاهلي كل خير اصلا، يتوب علينا ربنا. قولي لي يا مرايتي، مين احلى مني يا مرايتي؟ مفيش حاجه. في حاجه حاجه، في حاجه، هو انت لسه فتره ولا حاجه؟ هو كله بيفطر والعسوس يسرح في الليل. الظاهر كده خالص. عارف ليه انا قلبي اخترق؟ يمكن عشان انا فقري، يمكن. عشان انا ستي جدع. فقري، فقري، انا عارف نفسي. طيب. كويس. كويس صفاء، ما جايه ليه؟ احنا مش اتطلقنا. انت عارف ان انت بالنسبه لي ايه؟ اي خزوقك خطيبك فرجعها لي انا الستيب. افتكر. افتكر ايه؟ نفقتك وخدتيها، مفيش عندي حاجه. افتكر كلامك ليا. كلامي ليكي؟ انت طالق، انت كله انت طالق يا صفاء. ايه اللي بتعمله ده؟ انت مش عارف انت بتعمل ايه؟ امشي، بروح خطيبك، خليه ينفعل. معانا سؤال من حبيبنا الغالي، بيقول يا شيخ انا طول السنه بصوم اثنين وخميس. ما شاء الله، راجل محترم. بسم الله ما شاء الله، ربنا يتقبل منك حبيبي ويزيدك من فضل الله. امين يا رب العالمين، محترم. بيقول هل اصومهم في رمضان برضو؟ ايه؟ ايه؟ محترم، راجل محترم. اللهم ما مالك يا شيخ، انت هتشل ولا ايه؟ رد عليا يا شيخ، اجيب لك بصله تشمها؟ اجيب لك سلعوت فوقك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هو في مين ده؟ ما تشغلش دماغك، ما تشغلش دماغك، ده مين؟ هتموتوه ولا يخرب بيتكم؟ دي صابونه بريحه. في حاجه؟ لا دي اللي بتنضفني من هنا. طب رجع ولا استنى شويه ولا ايه؟ بريحه. 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 ولا امشي ولا امشي ولا، انا معدتي قلب لوحدها اهلي. بصوا بقى يا فايزاتي، والله العظيم انا بكلمكم بجد بجد، لا ليا مزاج اعمل فيديوهات ولا افتح لايف. محسوده محسوده، اجدع عين، عين مدوره. العين رشقت فيا رشقه مخلياني ماليش اي مزاج امسك التليفون ده واعمل ولا اعمل فيديو ولا اصور ولا افتح لايف. في ايه؟ بخاري بخاري بحبهان ومستكه. استنى 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 ايه هتتهنى. استنى 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 ايه هتتهنى. ما يدينك ده كومب حلو وسريع المفعول يعني، مش دي تسلخات، عارف انا وجع حبيبي، خلينا نعمل اصوات وحشه كده. طب والحب؟ حب ماله الحب يا حاج؟ ماله؟ لينا نصيب في الحب ولا ملناش؟ لا ليكي، ليكي نصيب في الحب يا حاج، ما تقطعيش. يعني نخلي عندنا امل. او عمر كمان، ربنا يوعدك بالحب يا حاج ان شاء الله يعني، ما حبك بورس. لا اما تلقك، لا اما تلقك، وان قلت لا هاخدك على بقك. لا اما تلقك، لا اما تلقك، وان كررتيها من بيتي ازقك. لا اما تلقك، لا اما تلقك، مالكش بالراحة روح للي دكك. بعد ما انتهينا من اغنية لا اما تلقك لعم الحاج، احب اقول لكم ان انا عايز السلالة. كانت ربعي كل ما قوي بالرياضيات، حتى لا يجري يوم احسن لك حساب. احبك يا سلعلع في المسخره.